أربعة قتلى في هجوم إيراني على إربيل. الحرس الثوري يتبنى الهجوم ويقول إنه استهدف فصائل مناهضة بطهران. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقول إنها تلقت بلاغاً عن حادث قبالة إريتريا. وزير دفاع إسرائيل يعلن انتهاء العمليات في شمال غزة، وحماس تؤكد مقتل 2 من الرهائن بقصف إسرائيلي. برنامج الأغذية العالمي يؤكد أن نحو 18 مليون شخص يواجهون خطر الجوع في السودان. الأخبار من الحدث معكم المبروك الصغير، أهلا بكم. أفادت مصادر أمنية للحدث أن 10 انفجارات هزت أربيل جراء هجوم بصواريخ بعيدة المدى ومسيرات استهدفت منطقة قريبة من القنصلية الأمريكية قيد الإنشاء. فيما قالت وسائل إعلام كردية إن 4 قتلى سقطوا وأصيب 6 آخرون جراء أو 6 آخرون جراء القصف. وأشارت المصادر إلى أن قوات التحالف الدولي أسقطت 3 مسيرات قرب المطار. وأعلنت إدارة المطار عودة الحركة إلى طبيعتها بعد أن علقتها لبعض الوقت في أعقاب الهجوم. دان رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني الهجوم الذي تعرضت له أربيل عاصمة الإقليم من قبل الحرس الثوري الإيراني، والذي تسبب في مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين، ووصفه بأنه هجوم جبان. وقال بارزاني على منصة إكس إن هجوم أربيل استهدف مطارها الدولي وموقعا تابعا للقنصلية الأمريكية غير مبرر. كما دعا الحكومة الاتحادية إلى اتخاذ موقف ضد ما وصفه بالانتهاك الصارخ لسيادة العراق وإقليم كردستان، ودعا من وصفهم بالشركاء في المجتمع الدولي لعدم التزام الصمت في مواجهة الهجمات المتكررة ضد شعب كردستان، وأنه سيعمل مع الشركاء الدوليين لوقف هذه الهجمات ضد شعبهم الشعب البريء. هذا وأصدر مجلس أمن إقليم كردستان بيانا بشأن الهجوم، قال فيه إن الحرس الثوري الإيراني أطلق عدة صواريخ باليستية على عدة مناطق مدنية في إربيل، مما أدى إلى مقتل مدنيين وإصابة آخرين. وقال الحرس الثوري إن الهجوم استهدف عدة مواقع لجماعات المعارضة الإيرانية، وأضاف أن إيران تستخدم دائما أعذارا لا أساس لها من الصحة لمهاجمة أربيل، مشددا على أن أربيل منطقة مستقرة لم تكن أبدا مصدر تهديد لأي طرف. البيان أكد أن الهجوم انتهاكا صارخا لسيادة إقليم كردستان والعراق، ويجب على الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي عدم الصمت تجاه هذه الجريمة. الثالث يا وليد، باعوله صاروخ الثالث، شوفوه صاروخ الثالث، يا رب سترك. وينه هذا الرابع؟ جاء يا وليد. هذا الرابع صاروخ الرابع. قال مصدر حكومي عراقي للحدث إن الهجوم الإيراني بالصواريخ على أربيل يعد انتهاكا صارخا للاتفاق الأمني بين بغداد وطهران. وأوضح المصدر أن الحكومة العراقية لم تبلغ مسبقا بهذا القصف، مشيرا إلى أن الحكومة ستعقد اجتماعا أمنيا طارئا اليوم الثلاثاء لبحث الهجوم الإيراني على أربيل. فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عن الهجوم، وقال في بيان له إنه دمر بصواريخ باليستية مراكز تجسس تابعة للموساد الإسرائيلي في إربيل بكردستان العراق.
وأضاف أنه استهدف بصواريخ مقرات تجسس وتجمعات لفصائل ومقرات الأحزاب الكردية المعارضة. كما أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف موقع لتنظيم داعش في سوريا ردا على هجوم كرمان. وجاء في بيان أنه حدد أماكن تجمع القادة والعناصر الرئيسية المرتبطة بالعمليات الإرهابية الأخيرة، خاصة تنظيم داعش في سوريا، ودمرها بعدد من الصواريخ البالستية. أفادت مصادر الحدث أن المواقع التي استهدفها الحرس الثوري الإيراني في مدينة أربيل بإقليم كردستان شملت مقر القنصلية الأمريكية الجديد وفندق خانزاد وقرية ملا عمر وجبل كورك ومقر آزي أمين مدير مكافحة الإرهاب السابق في الإقليم ومنزل رجل الأعمال الكردي بشور ديازي الذي قتل في القصف وأصيب عدد من أفراد أسرته بجروح. من بغداد ينضم إلينا الكاتب السياسي فلاح المشعل. مرحبا بك أستاذ فلاح، شكرا لوجودك معنا بعد ساعات من هذا القصف. لماذا أربيل؟ لماذا هذا الخيار؟ شكرا جزيلا لكم. حقيقة ما حصل في أربيل شكل صدمة يعني لجميع العراقيين منذ 6 ساعات أو 7 ساعات، لأنه لا توجد حقيقة مبررات يعني عملية أو سياسية أو لوجستية أو عسكرية تدعو لمثل هذا الهجوم الكثيف والكبير، وهذا يمثل حقيقة اعتداء على العراق، لأنه أربيل هو المنطقة الشمالية والجزء الشمالي من العراق، وهناك اتفاق كما جاء في تقريركم اتفاق أمني ما بين العراق وإيران، وتمت إزاحة جميع الفصائل والمعسكرات الموجودة على الحدود العراقية الإيرانية، وكل شيء تم بناء على رغبة إيران ولتأمين إيران من الجانب العسكري ومن الجانب الأمني. إذن هذا الهجوم هجوم حقيقة مرفوض ومدان ويمثل اعتداء صارخ على السيادة العراقية وعلى حكومة أقليم كردستان، وأيضا على التواجد الأمريكي، لأنها استهدفت المقرات وين كانت في قيد الإنشاء الأمريكية. هذا الموضوع حقيقة اعتداء صارخ لا يوجد ما يبرره أطلاقا، وإن كان هناك بعض الادعاءات الإيرانية لو كانت فعلا أنها حقيقة واقعية وموضوعية كان ممكن يتم التشاور من خلال الحكومة والحكومة العراقية وطيدة العلاقة مع الجانب الإيراني مع حكومة طهران، وهناك موجود الحشد الشعبي وموجود الأمن الوطني وموجود دائرة المخابرات، كان ممكن تبليغ هذه الدوائر المسؤولة عن الجانب الأمني بوجود معسكرات للموساد ومقرات للموساد وغيرها من التخريجات التي يعتمدها البيان الإيراني. طيب أستاذ فلاح، ما الذي تملكه الحكومة الاتحادية اليوم لتردّ على هذا الاعتداء الصارخ للسيادة كما وصفته؟ نعم، حقيقة يعني هذا الاعتداء ربما هو الأكبر بحجمه، لكن هو ليس الأول ولا أعتقد سيكون الأخير. الحكومة العراقية يعني في أحسن الحالات سوف تدين يعني تجذب وتدين هذا الاعتداء، ستبعث على السفير الإيراني في بغداد وما تسلم احتجاج رسالة احتجاج لحكومته أو يعني احتجاج شفهي للسفير الإيراني في بغداد. عند ذلك لا تستطيع أن تتحرك بالضد، يعني لا يمكن أن توجه صواريخ أو تقصف أو تطرد حتى السفير الإيراني في بغداد، لأن حقيقة الأحزاب المدنية وتحديدا الأحزاب الإسلامية مرتبطة ارتباط مباشر وعضوي مع إيران، وأيضا الأحزاب اللا إسلامية هي الأخرى أيضا مصالحها وارتباطاتها مع إيران ارتباطات قوية جدا وفاعلة، سواء في بغداد وحتى في بعض مناطق إقليم كردستان. يعني هو من هنا تأتي يعني مظاهر الاستغراب والتعجب، لماذا هذا الاعتداء وبهذا الحجم عن مراكز تجسس للموساد، في حين حكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية ينفيان هذا الأمر تماما، وسبق وأن قامت وفود مشتركة من الطرف العراقي والإيراني بزيارة جميع هذه المقرات وتأكدوا من خلوها من أي وجود
لإسرائيل أو للموساد، إنما هي حجج تطرحها. يعني آخر تبرير أنه يعني ردا على هجوم كريمان. نعم. هجوم كريمان دعت داعش والقاعدة تبنوا الهجوم، وفي بيانات رسمية وفي إدانات إيرانية صريحة. لهذا حقيقة ما حصل يعني أمر محير ولا يؤكد إلا حقيقة واحدة، هو أن إيران تريد توسعة الحرب من خلال وكلائها الموجودين في المنطقة ومن خلال اختيار المناطق الرخوة أمنيا غير قادرة على الرد. لهذا اختاروا منطقة كردستان. شكرا جزيلا لك من بغداد الكاتب السياسي فلاح المشعل على كل ما تفضلت به من معلومات. أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو أضرار في صفوف الأفراد الأمريكيين بعد القصف الإيراني الأخير على أربيل. كما أدانت وزارة الخارجية الأمريكية بشدة هجمات شنها الحرس الثوري الإيراني في إقليم كردستان ووصفتها بأنها متهورة. الخارجية وفي بيان لها قالت إن الولايات المتحدة تقف ضد هذه الضربات الصاروخية الإيرانية المتهورة معتبرة أنها تقوض استقرار العراق، وأعلنت دعم واشنطن جهود حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان لتلبية تطلعات الشعب العراقي. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتلقي بلاغ عن وقوع حادث في البحر الأحمر على بعد 57 ميلا بحريا شمال غرب مدينة عصب الإريترية. وأضافت الهيئة البريطانية في بيانها أن السلطات تحقق في الأمر. كما تتواصل التهديدات من دون توقف رغم ضربات الردع التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. كان آخرها هجوم تحدثت عنه هيئة عمليات التجارة التابعة للبحرية البريطانية، حيث سقط صاروخ على سفينة بضائع تابعة للولايات المتحدة تحمل علم جزر مارشال على بعد 95 ميلا بحريا جنوب شرق عدن اليمنية. بدورها أكدت القيادة المركزية الأمريكية إصابة سفينة حاويات تابعة لجهات أمريكية بصاروخ أطلقه الحوثيون من اليمن. وأوضحت القيادة الأمريكية أن الحوثيين أصابوا السفينة بصاروخ مضاد للسفن، وأن الأخيرة لم تبلغ عن أي إصابات أو أضرار وواصلت رحلتها. في سياق متصل قال مسؤول حوثي أن السفن الأمريكية أصبحت هدفا للجماعة، وأن واشنطن على أعتاب أن تفقد أمنها الملاحي. فيما قال محمد عبد السلام الناطق باسم ميليشيا الحوثي وكبير مفاوضيها أن الهجمات على السفن في البحر الأحمر ستستمر. القيادي الحوثي أكد في ذات الوقت بأن جميع السفن في البحر الأحمر وبحر العرب آمنة باستثناء المتجهة إلى إسرائيل، مشيرا في تصريحات صحفية بأن جماعته لا ترغب في التصعيد وتأسف لعسكرة أمريكا وبريطانيا للبحر الأحمر على حد قوله. قال وكيل قطاع الأمن والشرطة في وزارة الداخلية اليمنية لواء ركن محمد المساعد الأمير إن الحكومة الشرعية هي من يحق لها حماية باب المندب والبحر الأحمر وليس الحوثيين، مشددا على جماعة الحوثي أنها تهدد أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر وأنها تنفذ مشروعا إيرانيا يستهدف المنطقة بأكملها. صاحبة الحق في حماية الباب المندب والبحر الأحمر هي الجمهورية اليمنية، مش أحد غيرها. تمام، نحن خضنا حرب مع ميليشيات الحوثي 9 سنوات، قاتلناهم داخل عدن ولا زلنا نقاتلهم في مختلف الجبهات، وقاتلناهم ووصلنا إلى مشارف الحديدة للأسف الشديد، وقفتنا قرارات دولية. اليوم هذه النتيجة، الحوثي يهدد البحر الأحمر، الحوثي يهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر. حذرنا كثيرا من ميليشيات الحوثي وأشرنا في وقت مبكر أن هذه الميليشيات تنفذ مشروع إيراني صفوي فارسي يستهدف المنطقة بأكملها، وقلنا أنه هذه ستهدد البحر الأحمر، ما صدقوناش. تمام، اليوم حصل هذا، و هناك ترتيبات على مستوى
من خلال معلوماتنا هناك ترتيبات على مستوى عالي، إيران بثقلها كله في البحر الأحمر. أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ارتفاع عدد قتلى موظفي الأمم المتحدة في غزة إلى 152، داعيا إلى وقف إنساني فوري لإطلاق النار في الحرب الدائرة منذ أكثر من 100 يوم بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة. غوتيريس في مؤتمر صحفي من نيويورك قال أنهم يحتاجون إلى وقف إنساني فوري لإطلاق النار لضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين إليها وتيسير الإفراج عن الرهائن ولإخماد لهيب حرب أوسع نطاقا، إن طول أمد الصراع في غزة سيزيد من مخاطر التصعيد وإساءة الحسابات. نحن بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية لضمان وصول المساعدات الكافية إلى حيث تكون هناك حاجة إليها وتسهيل إطلاق سراح الرهائن وإخماد لهيب حرب بنطاق أوسع، لأنه كلما طال أمد الصراع في غزة زاد خطر التصعيد. قال وزير الدفاع الإسرائيلي يؤف جالانت إن العملية العسكرية المكثفة في جنوب قطاع غزة تقترب من نهايتها، لكن حماس لن توافق على إطلاق سراح المزيد من الرهائن دون مواصلة الضغط عليها. لابد أن يقود الفلسطينيون غزة بعد نهاية الحرب، ويجب أن يكون مستقبل القطاع منظما على المستوى السياسي، ثم إن خسارة وحدتنا الداخلية تعني انتصار حماس. أهدافنا في غزة طويلة الأمد وتحتاج إلى وقت لتحقيقها. بنهاية الحرب في غزة لن يكون هناك أي تهديد من حماس، وسنعلن قريبا عن مرحلة جديدة من القتال جنوبي غزة، ولن نكون قادرين على استعادة المخطوفين إلا بالقوة، كما أننا لن نوقف القتال في غزة ولن نتراجع عن الضغط العسكري، وسنقضي على حماس وعلى كل من ساعد في أحداث 7 أكتوبر. أكد الجيش الإسرائيلي مقتل راهنتين لدى حماس في غزة نافيا مسؤولية قواته، متهما الحركة بما أسماه الاستغلال الوحشي للرهائن الأبرياء. قبل ذلك نشرت القسام فيديو بعنوان نحن لا نزال على قيد الحياة، أعدونا إلى البيت، يظهر فيه الأسيرة نوغا أرغماني وهي تتهم الجيش الإسرائيلي بقتل الأسيرين يوسي شرعابي وتايسي فريسكي. أنا نوغا أرغماني بات 26 من بئر شبع مبنه شنورا على يدي مطوس של כוחותינו. מטוס F-16 שירה 3 טילים, 2 טילים התפוצצו ואחד לא התפוצץ. במבנה ראינו כמה חיילי קסם ו3 אסירים. אני נועה ארגמני, איתי סבירסקי ויוסף שרעבי. לאחר שהטיל פגע במבנה שלנו כולנו נקברנו בין ההריסות. חיילי הקסם, חיילי החמאס הצליחו להציל את החיים שלי ושל איתי, אבל לאחר מכן לא הצלחנו להציל את יוסי. יוסי לא שרד בשלב הזה. אחרי כמה ימים, 2 לילות, העבירו אותי ואת איתי למקום אחר, ובמהלך המעבר איתי נפגע מכוחותינו נורא ולא שרד. אני נותרתי פצועה עם חבלות בראש, כל הראש בחתכים, פצועה בשאר הגוף. איתי סבירסקי, יוסף שרעבי, שניהם מתו מירי כוחותינו. תעצרו את הטירוף הזה, תחזירו אותנו למשפחות שלנו כל עוד אנחנו בחיים. תחזירו אותנו הביתה. اعتبر القيادي بحركة حماس أسامة حمدان التصريحات الإسرائيلية حول السيطرة على محور فيلادلفيا اعتبرها تصريحات تمس سيادة مصر وعدوانا مباشرا عليها. وحول مخططات تهجير أهالي غزة أضاف حمدان في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي أن إسرائيل تسعى للتخلص من الفلسطينيين في غزة والضفة. وفي سياق متصل وصف القيادي بحركة حماس أسامة حمدان ما نسب للرئيس الأمريكي جو بايدن حول انزعاجه من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
وصفها بالتصريحات المضللة التي يسعى بايدن لاستغلالها في الانتخابات الرئاسية المقبلة. هذا وأشار حمدان إلى أن إسرائيل تحاول الاستفادة من الدعم الأمريكي لا محدود لتستمر من ممارسة ما وصفها بالإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. كما جدد القيادي بحركة حماس أسامة حمدان التأكيد على موقف الحركة بعدم قبول أي صفقات لتبادل الأسرى مع إسرائيل إلا بالوقف الكامل للحرب على قطاع غزة. أفادت وسائل إعلام فلسطينية بوقوع غارات وصفتها بالعنيفة من الطائرات الإسرائيلية على المناطق الغربية لغزة، كما أفادت بأن الطيران الإسرائيلي قصف مواقع في جبال شمال القطاع، وأن قصفا إسرائيليا بالمدفعية والطيران استهدف خان يونس جنوب القطاع. والله العظيم لا يشيلوا ناس ماتت، حتموت رسمي، مش حتموت إذا مطرت رسمي. أنا ببشرك في ناس حتموت، تتحمل إيش الأجواء، حرب جوع، حرب نفسية. والله هذه بنتي ما بتعرف تنام، طول الوقت بتقول لي أمها سقعانة، متلجة شايفة على الأرض، شايفة كيف نايمين، فيش عندي إشي أنا أحطه عليهم، يعني إيش أقول لك، مش عادة أصيب لك كيف السقع عنا هنا. أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات إسرائيلية اقتحمت مدن رام الله ونابلس وقلقيلية في الضفة الغربية. وقال شهود عيان إن نحو 20 آلية دخلت رام الله، تمركزت في حي بطن الهوى وحصرت بناية سكنية، فيما اقتحمت قوة إسرائيلية أخرى مخيم عسكر الجديد في نابلس وسط إطلاق نار كثيف. فاد الهلال الأحمر بإصابة شخص واحد على الأقل بجراح. سودانيا، أفاد مراسل الحدث بتنفيذ طيران الجيش غارات جوية على مواقع تابعة لقوات الدعم السريع بمنطقة اسمها غربي محلية المجلد بولاية غرب كردفان. وكانت قيادات أهلية بالمنطقة حذرت خلال الأيام الماضية من جر ولاية غرب كردفان إلى أتون الحرب الحالية. أما في الخرطوم، أفاد مراسلنا بأن حالة الهدوء سادت جميع المحاور منذ ساعات الصباح، فيما واصلت قوات الجيش نشر ارتكازاتها وتمددها داخل منطقة أم درمان. أكدت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي في السودان أن السودان يواجه إحدى أسوأ أزمات الجوع، وأضافت في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي أن الوضع في السودان يرقى إلى مستوى كارثة إنسانية وهي تندرج في إطار الأزمة المنسية. وأشارت المتحدثة الأممية إلى أن معدلات الجوع مروعة، ضيفة أن نحو 18 مليون شخص لا يستطيعون توفير الطعام بسبب استمرار القتال بين الجيش والدعم السريع. وحذرت المتحدثة باسم البرنامج من أن الوضع سيزداد تفاقما إذ لم تتوقف الحرب فورا، وأوضحت أن استمرار الحرب يعيق المنظمات الإنسانية من تقديم المساعدات إلى من يحتاجون إليها، وأن أكثر من 7.5 مليون أجبروا على ترك منازلهم هربا من الحرب. أعلنت وزارة الدفاع التركية تدمير 23 موقع لتنظيم PKK شمال العراق وسوريا وتحييد عدد كبير من الإرهابيين. شدد بيان الوزارة على مواصلة مكافحة القوات التركية للإرهاب حتى القضاء على آخر إرهابي. أشارت إلى أن الغارات تهدف القضاء على تهديدات ضد القوات التركية وذلك في إطار حق الدفاع عن النفس، وأكدت أن المواقع التي استهدفتها كانت ملاجئ وكهوف ومستودعات ذخائر ومرافق تؤمن الدخل للتنظيمات الإرهابية. قرر الحزب الدستوري الحر في تونس تنفيذ سلسلة من التظاهرات المطالبة بالإفراج عن رئيسته عبير موسى والمعتقل قبل نحو 4 أشهر. وقال رئيس هيئة الدفاع عن موسى أن السبب الأصلي وراء إيقافها يعود إلى شكاية تقدمت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على خلفية تدوينة اعتبرتها مسيئة للهيئة وبمثابة التحريض ضدها. ونبقى في تونس، حيث أعلنت السلطات اعتقال 10 عناصر مطلوبة للأمن وهياكل قضائية بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي وصادرة بحقهم أحكام بالسجن. الاعتقالات جرت في محافظات مختلفة وفق بيانات صادرة عن الإدارة العامة للحرس الوطني. وقد أذنت النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الموقوفين.
دائما تابعوا قناة الحدث على منصات التواصل وتفاعلوا معها، كما يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الحدث.net للمزيد من التحليل والأخبار. شكرا لكم والسلام عليكم.